النهارده يا جماعه هنعيش حياه العنكبوت من هو نيرو سخنن لحد ما يكبر. فتاكدوا يا جماعه تعملوا بقى لايك، ولو انت لسه جديد معانا في قناه الضرب الاحمر تحت دوسوا عليه بسرعه حرون الرصاصي عشان نبدا نفقس يا جماعه. ثواني، هو العنكبوت بيكون في بيضه؟ يا لازم مامته قاعده بتراقب بقى. ماشي، بعرفنا سبايدر مان يا جدعان بيبيض، فكرتوا بيه ولا ايه يا جدعان؟ ماشي يا عم سبايدر مان. ايه ده، هنبدا نفقس يا جماعه؟ ابو الازايز مستخبي هنا، ماما بتسلم علينا. يا سلام، شوفوا يا جدعان والله كميه بيض مش طبيعي. افتح افتح. ايوه بفقس والله. يا لهوي، ده في كميه هنا اخواتي. افتح افتح. الله الله، انطلق يا ماما. صباح الفل. استني بقى، محشور بس في البيضه. افتح يا عم. ايوه ايوه يا ام سهل. العام السبايدر مان. ايوه يا ماما. ايوه زقطت بيا يا جماعه. ايه انا بتطبل لي؟ لا داعي للتطبيل، شكرا ليك يا ماما. ايه ده، اخواتي بيفقسوا حبايبي. لازم يا جماعه نشوف اللحظه الجميله دي. البيت كله بيفقس. ايه اللعاب؟ شوف البنات يا جدعان بالبينك، والولاد نفس اللون بتاعي ده، تقريبا اخضر اخضر غامق. البيت كله بيفقس. لسه 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 في بيضتين هنا كمان، ننتظرهم يا جماعه لحد ما يخلصوا. يلا يا ولا ما تشوف اخواتك يا عم انت كمان. شوف واحد بيدعبس عليهم. ماشي، المفروض كده يا جماعه البيت كله. لا لسه لسه والله لسه، الحبايب كلهم هنا متجمعين. ايه اللعاب؟ شوف. ده احنا بقينا دسته يا جماعه، دسته. ده احنا بقينا كميه محترمه. خلاص كده يا جماعه، هنعمل بقى سكواد محترم ولا ايه يا مامو؟ خلينا يا جماعه نشوف كده نقدر نتحكم. ايه اللعاب؟ سريع. ايوه جنة، انزل. ها ها، الدلع. يلا يا سبايدي. ماما بص يا ماما، انا عايز اجرب بس انط جامب. خلينا يا جماعه نحاول كده ونعافر. ايوه يا سبايدي. ايوه نط. يا ماما. ايوه خلينا نبتدي. طبعا يا جماعه ماما بتكلمني بتقولي المفروض بقى تكبر كده وتعل وتمسك نفسك وتعتمد على نفسك وتبدا تاكل حشرات صغيره. حاضر يا ماما. يا سلام، هشوف دبانه كده ايه وابدا اتغذى عليها. بس يا ماما بقول لك ايه، هو فين الدبان؟ انت حابسني في العشه بتاعتي يا ماما. انا المفروض ابدا انطلق. نط. الله عليك يا سبايدي، انزل. والله الواحد بتشوف الحاجه كلها مش قلبها متلخبطه. طبعا يا جدعان مبدئيا هنبدا نشوف الحاجات اللي مطلوبه مننا نبدا نعملها. فخلينا نشوف اللي احنا ايوه تعالى يا كابتن، هنتعارك معاه. تعالى والله اضرب. الله ايوه ايوه اضربني يا جدعان. تعال استنى استنى شويه، اديله بوشه. ايه بعمل ايه انا بسط؟ عاملني زغزغه بعدين وقاعدين بيطبلوا لنا. يلا يلا عايزين ندمش دمش. ايوه حاول اصد. اضرب اضرب اضرب. اوكي استنى شويه. اوه شفتوا الضربه دي يا جماعه؟ ايوه واحده كمان. ايوه كسبت عليه. يا سلام، 1-0. معلش يا سبايدي، سبايدر مان. ماما فخوره بيا يا جماعه، شفتوا؟ وانتوا يا جدعان مش فخورين بيا يا جماعه. قولوا لي الله ينور عليك يا سبايدر مان، ده انا عامل شغل عالمي. دلوقتي هنبدا نتمرن عشان المهارات بتاعتنا. ماما ده انا لسه موريك شغل عالمي. اول حاجه اهو بتقول لي ايوه. تعلم الجامب. يا سلام عينيا، يعني مش عارف اطلع من العشه دي يا جدعان غير لما ماما مش تفتح لي، غير لما نط جامب 3 مرات. ماشي يلا. ماشي يا ماما، تبداي بقى تفتحي لي الخيط واطلع. ماشي ايوه ممتاز كده، خلصت التمرينات. ده انا هطلع بقى من الخيط ده يا جماعه، بصوا مفترس، هشوف اي حشره هنسفها. خلينا نتمرن شويه. اوكي يلا، لازم نبص الاتجاه بتاعنا نغيره. بص حوالينا. خلاص بصينا يا ماما. ده انا دخلت في بطنها ولا ايه؟ الحمد لله ربنا ستر يا جماعه. لازم نظبط. اوكي جامب كمان. حلو يلا كويس، نبدا بقى ناخد الجري بتاعنا. والله سريع عنكبوت مش طبيعي، لازم نريح شويه برضو النفس بتاعه. يلا يا سبايدي. دلوقتي تبدا في مرحله اللي انت تكبر وكده. ماشي يا ماما، دلوقتي عايزين نخش بقى مرحله الخيط عشان ابدا اعمل بقى الكمين المحكم عشان اقدر اجمع بيه بقى الحشرات وابدا بقى ايه اكل واتغذى. يا ماما انا مش عارف ايه ده، غريبه ده يا جماعه، تقريبا جايبه لنا اكل. اوعى يا بنت انت بصري في الاكل ولا ايه؟ استنى استنى نحاول نساعد ماما. ماما افتح بقى كمان، جبت لك الاكل احلى غذاء ده ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي. انا مش عارف مش عارف ادهولها. افتح بقى كماما، انا اللي اكلت بقى. يا ماما اخواتي بياخدوا الاكل، روح يا جدع. ايوه ناخد ده ناكل بس. يا هلا والله بصيت في الاكل ولا
ايوه ناخد اكلنا نجري نجري نجري، والله في زحمه يا جماعه مشكله ياكلوا الاكل بتاعي. اللي الحق بقى اللي الحق. ايوه ناكل دي. يلا اللي سبق اكل النبق. كل 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 ممتاز. ايوه ناخد دي كمان يا عم. هات شويه، نفسي اعرف ياكل ايه ده يا جماعه غريب. يلا 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 في بتاع هنا كمان كلها. انا والله كلهم متجمعين، لما صدقوا عرفوا مكان الاكل. اه يا عيال يا تفسين، خلصوه للاسف. في حاجه تانية ولا لا؟ ما اظنش، الاكل تقريبا كله خلص. ماما الاكل خلص، خلينا نجرب ننزل. انزل. الله عليك يا سبايدي، مفيش اكل تاني للاسف، كله بح. وفي شويه كمان. الله يا ريت يا ريت، انا محتاج كميه بس ازرحها قبل العيال دي ما تيجي. المفتريه ما تهزرش والله، بيجوا يا جدعان سكواد مش طبيعيين. كمل 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 كل يا عم. ايوه عشان تكبر، بس حجم يكبر حبه حبه. صح يا جدعان ولا مش قوي؟ يعني حاجه بسيطه صح، احنا لسه في اليوم الاول. استني يا ماما، فين الاكل؟ فين الاكل؟ تقريبا شفت حاجه. مش هينفع. وفي فوق، في فوق. الحق بسرعه يا سبايدي، ده انا بطيء. اول ما اوصل يكونوا خلصوا الاكل. اه لسه لسه الحمد لله. في شويه. كل 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 كل. يا بت يا بت يا ولا تعال والله خش معركه شرسه. طب تاكل اكل ليه؟ تاكل اكل يا لا يا لا يا لا. تعال استنى خان. ايوه ايوه الله عليك. يلا 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 اضرب اضرب اضرب. ممتاز. كل واحد بيتفرج. ماشي فين فين يعني؟ انتوا قاعدين بتتفرجوا فضلتوا سايبين الاكل. اوكي اجري 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 اجري، في حلو هنا. كل 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 كل. ممتاز. في واحد هنا كمان يا جماعه، كلهم جايين ورايا عصابه. كمل. ايوه يا عم ارحمنا يا عم، انا ما جيتش جنبك يا عم. عايز تعال تعال تعال. اوه حلو الجنب العالمي ده والله بيدمجني. قوي يا جماعه بس يلا. صوت صوت صوت. يلا يلا حلو. ليش يا سبايدي؟ اوه بس زودنا الاكس بي، ودي حاجه ممتازه. جماعه انا بقى حجمي كبير شويه صح؟ والله حاسس انا كده ايه بقيت مالي مركزي. انزل بقى بدل الدوخه اللي انا فيها دي. ماما احنا ما بننامش ولا عكاوت ما بينامش يا جماعه. اوكي ما شاء الله، ده هما بقوا كبار وانا لسه والله صغنن. اه هنقعد هنخش ننام يا جماعه. عكاوت برضه يخش يريح كده عشان يعرف يركز الصبح ويبدا يظبط الخيط بتاعه. فخلينا نشوف. ايه ده الطبله دي؟ يعني هو بينام؟ اه الوقت بيجري. شوف يلا بقى الشمس تطلع يا جماعه. ولو وقفنا بسرعه زي ما هي بطيئه. ماشي كمل خش نام. ويا صباح الفل والجمال، احنا موجودين في مكان كبير، لسه قدامنا وقت كبير والله نستكشف يا جماعه. والعناكب كبار قوي، مش هينفع اخش معركه ضدهم. انا لازم اكل لازم اكل. يا عم ارحمنا يا عم، مش هخش معركه يا عم ارحمنا. يا عم يلا تعال تعال. طب استعبط استعبط، انا واحد سكت لكم بقى. الدنيا ايه؟ الدنيا سايبه يا ماما بيضربني يا ماما. تعال يجرى. والله شكلي هخسر يا جدعان من الهبل اللي بيحصل ده. سيبنا سيبنا اكل بقى. ايوه دمشته دمشته. ايوه الحمد لله فزت عليه. بس ناكل بقى شويه دول حلوين. بس هو يا انت بصيت في الاكل ولا ايه؟ ناكل 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 يا جدعان، يا اما يتعاركوا معايا يا اما ياكلوا اكلي. والله شويه عصابه. امشي يا جدع. اوعى اوعى اكل كل كل. ممتاز اظن هيبقى في فوق. استنى ندور ندور. اوه لا لا، هو في عناكب؟ ها غريبه يا جماعه، اللي في كميه عناكب هنا غريبه مش فاهمهم انا. ولا ممكن يكون العناكب اللي معانا ما اكلتش عشان كده ماتت. اخواتي حبايبي اتفنشوا دلوقتي احنا. اوه لوننا اتغير. ماشي خلينا نبدا. بنغير يا جدعان شوف، انا فكرت ان هم ماتوا. استنى استنى استنى، ايه اللعاب اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ سبايدر مان اتحول، رميت القشره بتاعتي. اها بيرموا القشره دلوقتي، بقيت متغذي ومرمرم. ناكل في اليوم الثاني. يا لهوي يا بت امشي يا بت امشي يا بت. والله شكلها ايوه عنكبوتيه استعبط. بتدوري بتدوري على ايه؟ اوعى تكوني بتدوري على عريس يا مجنونه. ما ينفعش امشي. ايوه يلا مع السلامه. والله شكلها ما بتهزرش. المفروض بتتغذى على جوزها يا جماعه صح؟ المفروض العنكبوتيه بتعمل كده، ده اللي انا عارفه. بتيجي بعد ما يخطبها وبعد كده يتجوزوا بتيجي واكلاها وحاطاها للعيال عشان ياكلوا. يا حلاوه
صح الله، عشان كده كده هتعملني فيها كده. لا انت انا عنكبوت مالي مركزي. ناخد بادي بسرعه بسرعه، ناكل 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 قبل الجلد بتاعنا ما يتغير، ولا الفروه بتاعتنا، ولا بتاع اسمها ايه. اوه ده احنا لازم نعمل الكويستا بتاعتنا احنا نخلص. خش ثلاث معارك يا جماعه. ماشي، ما انا كنت داخل معركه. تعالوا لسه صغيره بتستعبط صح. تعال خش معركه ضده. ايه الابيض، ايه اللي حصل؟ هو راح فين؟ عمو انت فين؟ ايوه تعالى 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 تهرب يا جبان، انا هظبطك دلوقتي. ايوه الدمج، يلا ما بيعملش حاجه ولا مصدوم يا حبيب قلبي. ناقصنا معركه واحده بس ناخد الكابتن. تعالى يا سبايدي الدرس هتاكل، تعالى يا تفس، تعالى تعالى واجهني. اه بيغير القشره، ربنا معاك. اوعى انت مالك انت، خليك في اللي انت فيه. سبنا القشره وخلع. اه يا جبان، طب نستنى لغايه ما يخرج من القشره يا جماعه، بعد كده نبدا. تعالى بس تطلع من القشره معركة. تعال تعال انت بتستعبط، فين القشرة بتاعتك؟ ها ارجع للقشرة، انا دواخك عشان تحرب بعد كده تستعبط. خلصنا الحمد لله، فزنا عليه. شوف قاعد بيستعبط ازاي كده يا جدعان. خلصنا المهمة بتاعتنا. ماما انا خلصت المهمة، دلوقتي عايزين نكبر اكتر عشان نقدر نخلص المهمات تاني وتاني. مش عايز اخش معركة ضد حد، ولا انا عايز اكل، مش متغذى. خلينا نشوف كمية الاكل. هي ما بتقعد تجمع لنا حبة حبة يا جماعة، كله مغير حاجاته هنا يا جماعة، حتى ما تغيروا على جنب. زنات معاكم يعني. وفي أكل هنا، كل 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 كل، عايز أكل أكتر. يلا كل معلم. بس ده سامع صوت دبان، سامع صوت دبان حوالين المكان، وده حاجة رهيبة يا جماعة. يب الغذاء بتاعنا، ناخد جنب. أوه نسيت والله الواحد حوار الجنب. يا عم ارحمنا يا ابني، ده جه منين ده يا جماعة؟ أنت مين يا ابني؟ أنت مغير ريشك وجلدك. الحمد لله حجمي بقى كبير شوية، المفروض بقى أغير باقي الحاجة بتاعتي. يلا بس بايدي، روح 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 روح. شوفوا يا جدعان بقى منزل عامل ازاي. يلا 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 نبدا نطلع من الشرنقه بتاعتنا. ايوه يلا يا سبايدي، ما كنتش متخيل يا جدعان العنكبوت يقعد بقى يغير كل شويه ايه اللعاب. بقى حجمنا اكبر دلوقتي، ايه رايك يا ماما؟ دلوقتي اظن ان انا جاهز. المفروض بقى تفتح لنا بقى الخيط بتاعك ده يا ماما، انا محبوس بقالي هنا كتير، بقالي 500 ولا اسمه ايه انت كمان. دلوقتي هنستنى لحد ما البيض ما يفقس. بدي ثواني يا ماما، تتكلمي على ايه؟ اوه يا جدعان دي بتقول ان فتحت لك المكان، شكرا ليك يا ماما. يا سلام، روح يا اصبعيدي. عايزين بقى نركز ونشوف في اي دبانه نبدا ناكلها ونتغذى عليها. خلينا نظبط الايم بتاعنا. سلام الله عليك. نلاقي بقى فين الدبان يا جماعه؟ مش شامم، ما حسيتش الشم هنا مش شغاله. سامع عصفوره، ناكلها ونتغذى عليها. ماما انا مدور مش لاقي حاجه، ربنا يستر يا ماما. يا رب نلاقي دبان. اوه ممكن يكون عند الورد هنا صح يا جماعه، لازم نفكر كسبايدر مان. الله سبايدي ايم صح، روح حلو. يلا بدانا ننطلق، ولغايه دلوقتي مش لاقي للاسف اي اكل. ان انا فهمته يا جدعان هو عايزنا نتسلق الورده دي. لا كبيره انت بتهزر صح، هننزلها وهنطلع لحد فوق. لان انا فهمته معقوله يكون جواها الدبان والحاجه على ما اظن يا جماعه، بس المسافه كبيره. استنى كان جرب. امسك نفسك. اوه لسه لسه لسه، والله عادي ولا اثر ولا في اي حاجه ولا بطيخ. كمل كمل. لا لا لا، الميه 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 الميه، خلينا بس نروح بسرعه. يلا اسبادي تهز. ايوه نكمل نكمل، اجري 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 اجري. دي الهدف بتاعنا ان نتسلقها. ايوه اخيرا هنستكشفها يا جماعه. نريح شويه شويه، لازم ناخد وقتنا ونبدا نطلع. اظن ان شاء الله هنلاقي ايه، دبانه ولا حاجه بتتغذى، او ممكن نلاقي فراشه. بس الزرعه كبيره، انا جنبيها مفسفس. خلينا نجرب. لا مش هينفع هنا الجامب، انا اللي اقدر اعمله كل حبه وحبه. دي جامب زياده والله يا جماعه، بس متعه مش طبيعيه اللي انت تعيش حياه سبايدر مان. كمل. قربنا نوصل صح. يا لهوي ده انا اتهلكت زرع يا جماعة، شكلها سخنطرة بس لا حوار كبير مش صغير. يلا عنكب روح يا وحش. دلوقتي انا مش باين صح، اظن ده عنصر تخفي. كمل بشويش. العاب هنكمبر هنا. هنبدأ نعمل الخيط بتاعنا يا جماعة. ماشي كمل، نبدأ نظبط ايه. ايوه الاحداثيات. ايوه ايوه ظبط العشة بتاعتك. العاب وبعدين يا كابتن ده بيقيسها في الهواء ده ولا ايه؟ زي كاني عملت بالونه واطير بيها. يا حلاوه، انزل يا ابني انزل يا حبيب قلبي. خلاص
انا ما كنتش مستوعب يا جدعان. شوف مثلا مشى مسافات قد ايه. خلاص يا حبيبي انت هنكت ولا ايه؟ خلص 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 خلصنا تمام. نقدر بقى ننزل. معقول يا جدعان العنكبوت بيطير كده والهبل ده وبتاع يقعد ينفخ في نفسه كده؟ انت هتشتغلني يا ابني ارحمني. الواحد بيستكشف حاجات غريبه. يا ريت يا جدعان تاكدوا المعلومه عشان الواحد بيستغرب من سبايدر مان بيعمل حاجات مش طبيعيه. تمام مشينا مسافه. يعني صاحب اللعبه جاله صدمه يا جماعه من اللي احنا عملناه من شويه. دلوقتي خلينا نشوف تقريبا يبقى عندنا تحكم تاني. بيعلمنا ان احنا ممكن ايه بصوا نثبت كده مكاننا عشان ايه نقعد ندور كده حوالين المكان لو شاكين في حاجه او كده ممكن نرجع تاني طبيعي بحيث ايه مفيش حاجه ترخم علينا ونمشي زي ما احنا ماشي. دلوقتي احنا عايزين ندور على ايه؟ سرب. ثواني يا جماعه، يقصد سرب من العناكب ولا سرب من الحشرات؟ ما انا مش عارف. خلينا بس نجرب الاول البالونه دي يا كابتن. تنفخ نفسك يا عم؟ مش كنت بتنفخ وبتستقبل من شويه؟ لا دلوقتي مهنج بقى مفيش ولا نفخ ولا اي حاجه. طب ماشي خلينا نستكشف المكان اللي احنا موجودين فيه ونحاول نشوف سرب يا جماعه. بس المشكله في الطيور، لو شافتني والله هتظبط تظبيطه وحشه. نط 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 هنا. اوه يا جماعه شغلت الحاسه السادسه. شوف شامم ريحه حاجه هنا. معقوله؟ تقريبا تقريبا هنا في وهتقولي اللي في دماغي. على ما اظن يا جماعه ممكن يكون في حشره. بيني وبينكم قاعد بحلم بالدبان وبالكرات. عايز اكل يا جدعان. اكيد في اللعبه يعني يا جماعه. خلاص هفتان الولا سبايدر مان مش لاقي اكل من الصبح. الله سبايدي روح روح روح. ايه ده؟ الطاقه بتاعتنا قلت. يلا لا سبايدي هتطلع في انت بتطلع في الروح ليه؟ اصبر بس احنا لسه والله ما وصلناش. بس شكرا. اظن لازم المفروض نطلع. الزرعه دي كبيره قوي يا جماعه. الورده دي ولا اسمها ايه؟ كبيره. طب انا هطلع ازاي بالمنظر الغريب اللي قدامي ده؟ لازم اجرب الجامب. يلا يا سبايدي. الله عليك. كمل كمل كمل. روح 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 عند الورده دي. شميت يا جدعان ولا شفت؟ كان في حشره تقريبا موجوده على ورقه الشجره اللي هناك. حبايب قلبي يا جراد شوف كميه. الله الله الله. بس جراد الله جراد اهم حاجه يا جدعان نجي لهم عنصر مفاجاه بدل ما يفاجئوني انا واتاكل. حجمه كبير. انا عاجله ازاي؟ مفيش جراده هنا مع نفسها قاعده؟ والله مفيش جراده ولا بطيخ يا جماعه. مشكله هروح ابص عليهم مامتهم قاعده معاهم. دي مصيبه لوحدها. اتنت ممكن ناكل بس ونتغذى؟ مشكله يا جماعه الدنيا مغيمه. بس ايوه بداوا الحبايب يتجمعوا. الله 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 الله. خليني بس امشي كده بعيد. حلو اخد بقى الركن الهادي ده انام وهما كده كده هيتجمعوا عشان مامتهم واقفه جنبهم. المصيبة يا جماعة اللي تقريبا في حبايب قلب الجماعة عندي هنا. يا رجالة منورين ولا انتوا كبرتوا امتى وجيتوا امتى وايه الكلام؟ واحد حلو كده محندق. تعال والله تعال انا جعان والله ورنيك ناكله يا جماعة. ايه رأيكم؟ الله شكلنا يا جماعة المفروض ايه؟ لازم نجري. تعال والله. حلو ده يا جماعة متغذي. ناخده كده في الركن الهادي بس نسيبه هنا بقى ونتغذى وناكله. كل 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 كل. رايكم ناخد الكبير ده؟ بيقول لي كبير قوي ما ينفعش. تعالى تعالى محضر. ايه ده كان في واحد هنا يا حبيب قلبي. والله ما عارف انا شفته امتى ده يا جماعه. صغنن خالص لسه نازل فسفوسه. ماشي ناخد ده. تعالى يلا. مسكناه بس. اركن بقى على جنب يا كابتن. حلو ده بقى يا جماعه متغذي ده. بص نحطه بقى هنا نعمل بقى ايه اكل ناكل بكره. ايه رايكم نبص على ده؟ تعالى كبير بس اخدناه والله. طلع منوب يا جماعه. شوف كبير على الفاضي. اركن على جنب والله خليك اقعد جنب اخواتك بقى بس كده. السلام يا جدعان مش مانع عينكم انا ولا ايه ده؟ عمال اكل فيكم كلكم ولا واحد مكبرين دماغهم. حلو ده اللي يلا انت تستعبط تعالى اقعد مع اخواتك بس. ناخد هنا كمان نحط يا معلم جنب اخواته بس. ايه تاني يا جماعه؟ تعالى انت هتمشوا؟ لا والله. هو دخول الحمام زي لا دخول الشجره زي خروجه تستابل. اركن انا على جنب لا اقعد جنب اخواتك تعرفناش بس. احنا كده يا جماعه حضرنا الفطار والغدا والعشاء. فين العيال؟ راحوا فين؟ غدارين. شوف اكلوا ومشوا واتغذوا. والله كان في جراده يا جماعه مفكر اتغذى عليها بس انا شغل حاسه الشم. فين الجراده؟ مشيت صح؟ تقريبا فوق. اطلع 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 اطلع.
شكل الخبيث. اوه طلعوا يكمبروا فوق. شوف 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 بقى اخواتهم في ثواني. طب التاني ما كانوا شوف يا جدعان بهدلوا الورقه ازاي والله. ارقضوها وخربوها ومشوا. اها موجودين على اللي فوق ها بيخربوها بقى التانيه. يلا بسرعه بسرعه رايح فين يا سبايدي يا عرب عليك. ما ظبطتش للاسف نزلنا بس منهم يا جماعه لكم يوم هطلع واكمل لسه قدامي يا جدعان مسيره عشان اوصل للسبايدر مان واخش واظبط العشه وكلهم مع الجرات وبقيه الحشرات التانية. بصراحه كانت لعبه لذيذه يا رب تكونوا استمتعتم بيها ولو حابين ننزل عنها تاني يا جماعه قولوا لي. اشكوا انا دي جديد مع سيوب جيمنج. يلا سلام.